أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم كشك الصحافة، ونبدأ بالعناوين. من الموقع بوست: القبض على متهم في عدن، قال إن 5 ممن حرضهم نفذوا عمليات انتحارية. وفي موقع المشاهد نت: فتاة يمنية تساعد الأسر التي ذهب رجالها إلى الحرب ولم يعودوا. موقع أخباري محلي: يورد قصة فلسطيني ألف 4 كتب وعشرات القصائد في سجنه. صحيفة الشرق الأوسط: كندا تحقق مع رئيس وزرائها لقبوله رحلة على حساب رجل أعمال. ومن الأخبار الأكثر قراءة: وفاة آخر إنسان سار على قدميه في سطح القمر. والبداية من موقع يمن مونيتور، والذي تساءل: هل تنجح محاولات ولد الشيخ في إنعاش الحل السلمي باليمن؟ يقول الموقع: إن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ يكثف جهوده من جديد بغية إنعاش الحل السلمي في اليمن بعد رفع مشاورات الكويت في أغسطس الماضي. ويضيف الموقع: يقلل مراقبون من أهمية تحركات ولد الشيخ الأخيرة، ويستبعدون نجاح في التواصل أو التوصل إلى حلول سلمية بعد أن أصبح يفتقد لدعم الرباعية الذي اعتمد عليه سابقا. ويستند المراقبون في رؤيتهم هذه إلى أن ولد الشيخ ما يزال يسوق لخطته السابقة التي رفضتها الحكومة الشرعية ومن ورائها التحالف، والتي اعتبروها شرعنة للانقلاب وتقليلا من شرعية الحكومة، لذا فإن نجاحها يبدو صعبا. ولد الشيخ الذي بدأ ما يشبه التحضير لجولة رباعية من المشاورات جديدة أو لجولة رابعة من مشاورات جديدة، حرص المجتمع الدولي على تحقيق السلام في اليمن وفقا للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة. إلى موقع الموقع بوست، والذي عنون في صفحته الرئيسية: شرطة عدن تقبض على مسؤول لتجنيد انتحاريين. ويورد الموقع بيانا صادر عن وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة عدن، قال إن فريق مكافحة الإرهاب تمكن من إلقاء القبض على المسؤول الأول عن تجنيد الانتحاريين واستقطابهم لصالح تنظيم داعش. وأشار البيان إلى أن العملية تمت في حي إنماء شمال مدينة عدن، وكان المتهم يقوم باستقطاب صغار السن عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدعاوى نصرة الدين والجهاد وإقامة شرع الله. وتابع البيان أن المتهم اعترف صراحة بأنه تمكن من تجنيد 25 عنصرا لتنظيم داعش، من بينهم 5 انتحاريين قد قاموا بتنفيذ عمليات انتحارية في عدن، فيما لا يزال 20 عنصرا داخل عدد من أحياء العاصمة عدن. يقترح أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر محمد مسفر على قيادة الشرعية اليمنية ممثلة بالرئيس هادي ورئيس الحكومة والوزراء تنظيم زيارات إلى الجبهات ليرفعوا من همة المقاتلين، وقال المسفر في مقاله المنشور في صحيفة الشرق القطرية: لا جدال في أن هذه الإنجازات العسكرية التي حققها الجيش اليمني الشرعي والمقاومة الشعبية بمساعدة قوات التحالف العربي الجوية تعتبر إنجازات كبيرة بمقاييس معارك السنتين الماضيتين، إلا أنها لم ترقى إلى المستوى المطلوب قياساً على إمكانيات قوات التحالف العربي وشجاعة المقاتلين اليمنيين الذين يحاربون بعقيدة وطنية لا طائفية. هذه الإنجازات تحتاج إلى إصرار على التشبث بالأرض المحررة والتقدم إلى الأمام وعدم التراجع تحت أي ذريعة. أنبه إلى أن انتصارات سبق أن حققتها القوات الحكومية بشقيها النظامي والشعبي، ولكن سرعان ما نفاجئ بأن البغاة استعادوها، وهذا ما لا نريده أن يتكرر في هذه المعارك الدائرة اليوم في الشمال والجنوب والشرق والغرب. إن هذه القوات تحتاج إلى استمرارية الإمدادات والتموين على كل الصعد، سلاح متطور وذخيرة نوعية ومناطق إخلاء طبية ميدانية وتوفير ما يكفي من المال لأسر الجند والقوى المقاتلة في الجبهات حتى لا ينشغل المقاتل بقوت أسرته وهو في الجبهة. إن تواجد القيادات السياسية في الجبهات في كل مستوياتها العليا بالتناوب يرفع الروح المعنوية للمقاتلين ويزيد من فاعليتهم القتالية.
الرئيس عبد رب منصور لو قام بزيارة تفقدية في محافظة مأرب والجوف والأجزاء المحررة من تعز، سيكون لذلك أثر في صفوف المقاومة الشعبية والقوات المسلحة، وكذلك يعقبه رئيس الوزراء. كلهم كانوا مقاتلين ويحسنون التصرف في ميادين القتال. القيادة اليمنية ليس لديها أموال تنفقها على استقطاب قوى جديدة، لكن في كثير من الحالات تكون المعنويات أقوى من المال أو توزيع المناصب. موقع المشاهد نت يورد قصص نساء عملن في مبادرات لمساعدة ضحايا الحروب في اليمن أو الحرب في اليمن. من بينهن صفاء الهبل، رئيسة مبادرة كن إيجابيا، تقوم بمساعدة عشرات الأسر اليمنية النازحة من الحرب، لكنها تقول إن الاستجابة المحلية والدولية لتلبية احتياجات النازحين لا تزال متواضعة. وتقول صفاء: رغم الصعوبات ساعدنا ما يقارب عن 40 أسرة بمختلف الفئات، بينهم أسر نزحت إلى صنعاء بسبب الحرب، وفرنا للبعض منهم إعانات طبية ومشاريع صغيرة تمكنهم من العيش. وتقول صفاء: لاحظنا من خلال تعاملنا مع كافة الأسر النازحة والمتضررة أن العبء المعيشي الأكبر يقع على النساء بعدما فقد الرجال وظائفهم ومصادر رزقهم. وأضافت: وجدنا الوضع المعيشي لكثير من الأسر متدنيا جدا، ويفتقرون لأي مصدر دخل بعد أن ذهب رب الأسرة إلى القتال في الحرب وعاد جثة هامدة. عن أحداث تعز الأخيرة، عنونت صحيفة تعز المقاومة في صدر صفحتها الأولى: الأحزاب تساند الدولة. وتقول الصحيفة إن قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل شدد على أهمية الدور الذي تلعبه الأحزاب والمكونات السياسية في دعم الأمن وخلق الوعي بأهمية الالتزام بالنظام والقانون لإرسال استقرار في المحافظة. ونوه فاضل في اجتماع عقده مع قادة تكتل اللقاء المشترك بتعز إلى ضرورة العمل الجماعي وتنسيق المواقف بين مختلف أطياف المجتمع بتعز لمساندة الجيش الوطني والأجهزة الأمنية بما يسهم في خدمة معركة التحرير وتثبيت الأمن والاستقرار. موقع مسند يتابع انتهاكات الميليشيا للأطفال، وعنون الموقع: أطفال تهامة في اليمن يساقون إلى الموت بأوامر حوثية. وقال الموقع إن ميليشيات الحوثي الانقلابية كثفت من عملية تجنيد الأطفال للقتال في صفوفها بعد نزيف الخزان أو نفاد الخزان البشري لميليشيا ومقتل العناصر الأساسية للجناح العسكري للميليشيا الحوثي. وتوجهت الميليشيا إلى تهامة لتجنيد الأطفال وإرسالهم للجبهات بعد قتل مئات الأطفال في الجبهات الشمالية ومعارك القبائل ومعارضة القبائل وإرسال أطفالها إلى محارق الموت الحوثية. وكشفت مصادر إعلامية عن عدد الأسرى من الأطفال الذين أفرج عنهم من قبل التحالف والجيش الوطني والمقاومة الشعبية حتى نهاية 2016، وصل العدد إلى أكثر من 480 طفلا. العالم العربي في عالم يتغير. تحت هذا العنوان كتب عاطف الغمري مقاله المنشور في صحيفة الخليج، متحدثا عن حروب الحاضر التي تديرها سياسات كبرى. حدثت تغيرات كبيرة في مفاهيم السياسة الخارجية للدول خلال السنوات القليلة الماضية، نتيجة انتقال العالم من عصر الثورة الصناعية إلى عصر ثورة المعلومات والمعرفة والتطور التكنولوجي المتسارع، ما دفع القوى الكبرى إلى تعديل مفهوم التحديات المستقرة للأمن القومي. والانتقال بوسائل تحقيق أهدافها في مناطق العالم إلى أنماط أخرى غير الوسيلة التقليدية القائمة على المواجهات العسكرية المباشرة، وهو ما تطلب الأخذ بوسائل الوكلاء المحليين وابتداع الخريطة الجديدة لحرب الجيل الرابع بكل ما تشمله من وسائل الحروب النفسية وإشعال الصراعات الداخلية في المجتمعات المستهدفة. وقد دفع ذلك بعض القوى الإقليمية خاصة في آسيا إلى المسارعة إلى تعديل مفاهيمها التقليدية للسياسة الخارجية حتى لا تكون في موقف يجعلها مكشوفة أمام إرادات وضربات الآخرين. إن العالم ليس في ثبات، بل إن هناك دولاً إقليمية تغير من أنماط علاقاتها التقليدية
بما يحمي كيانها كدولة قومية من التفكك ويحافظ على الهوية الوطنية للدولة. يبقى أننا في عالمنا العربي نحتاج بصورة عاجلة إلى أن تكون لنا رؤية استراتيجية متجددة تستوعب كل ما يجرى في العالم من تحولات وما يطرأ على السياسات الخارجية للقوى الدولية من تغيير، لابد بالضرورة أن تكون له أثاره علينا. يحتاج عالمنا العربي لأن ينظر إلى نفسه ويرى ما يحتاج إليه من تغيير في رؤيته لذاته وللعالم المتغير من حوله، لكي يكون له دور ووجود وفاعلية. ومن محافظة لحج عنوان موقع عدن تايم: نساء محتجات على عدم صرف المعاشات يقطعن شارعا رئيسيا. وقال الموقع أن محتجات أغلقن شارعا رئيسيا يربط محافظة لحج بالعاصمة المؤقتة عدن يوم الثلاثاء، وتجمهرن أمام مكتب البريد في مدينة الحوطة بلحج. وطالبت المحتجات وفقا للموقع بصرف معاشاتهم التقاعدية العسكرية والمدنية في آن واحد والمتوقفة منذ أكثر من 4 أشهر. وناشدنا برسالة عاجلة إلى الرئيس هادي ورئيس الوزراء بن دغر الالتفات إلى معاناتهن والتخفيف من المعاناة اليومية التي يعيشها الكثير من السكان. ويلمح موقع أخباري يمني إلى حال المدنيين في سجون ميليشيا الحوثي من خلال اهتمامهم ونشرهم لقصة شاذجين فلسطيني، وعنوان موقع المصدر أونلاين. رائد صلاح: قرأت 80 كتابا وألفت 4 ونظمت 23 قصيدة خلال سجني الانفرادي. وقال السجين الفلسطيني الذي أطلق سراحه أمس واصفا سجنه الانفرادي: العزل عالم من المعاناة، والألم أن يعيش الإنسان في عزلة مطلقة عن الحياة في غرفة وحيدا. ويتابع رئيس الحركة الإسلامية المحظورة في إسرائيل والذي سجن ل9 أشهر أن يبقى الإنسان 24 ساعة وحيدا فإنها الامتحان، كيف ينتصر الأسير على مصيدة العزل؟ هذا مهم جدا. بحمد الله كان لي برنامجي، كنت أشعر أن وقتي قصير فكان اليوم يمر بسرعة. فقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. قالت صحيفة ليفيغور في الفرنسية إن الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح لا يحظى بثقة المتمردين الحوثيين الذين هم في الظاهر حلفاء له. وتقول الصحيفة الفرنسية: منذ 6 سنوات اندلعت الاحتجاجات ضد الدكتاتور العجوز ونظامه الذي سيطر على البلاد لمدة 33 سنة وجعل منها أكثر بلدان الخليج العربي فقرا. وتقول الصحيفة: هذا البلد الذي مزقته الانقسامات والحسابات بين القبائل النافذة ودمرته الحرب، بالإضافة للتصحر السياسي وغياب دولة مركزية قوية، استغله علي عبد الله صالح كما استغل سذاجة حلفائه الحوثيين رغم أنهم كانوا في السابق أعداءه الذين خاض ضدهم حروبا دموية. ويقول الباحث السياسي آدم بارون من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية واصفا تحالف صالح والحوثيين أنه تحالف غير حقيقي، وهو مرتبط بالحرب الحالية ووجود عدو مشترك. وخلال الأسابيع الأخيرة سعى الحوثيين إلى زيادة نفوذهم على حساب صالح والأعضاء السابقين في الجيش اليمني. وتقول الصحيفة: يخشى اليمنيون أن يكون هذا الهيكل السياسي الجديد حكومة حبتور بمثابة حصان طروادة الذي سيسمح للمخلوع بالعودة إلى السلطة. لكن رغم نجاح صالح برفقة حلفائه في تحريك عدد من المواطنين اليمنيين ودفعهم للتظاهر ومساندتهم في الربيع الماضي، فإن أغلب المراقبين يرجحون فشله في عملية الاختراق السياسي، ويسعى صالح إلى حماية نفوذ عائلته والحفاظ على مكانته السياسية، بالإضافة إلى ثروته المقدرة بمليارات الدولارات التي نهبها من اليمنيين طيلة 33 سنة في حكمه.
صحيفة الحياة اللندنية وبخصوص التحركات الجديدة للمبعوث الأممي إلى اليمن ولد الشيخ في المنطقة عنونت: تعهد دولي للحفاظ على صلاحيات الرئيس هادي. وفي التفاصيل تقول الصحيفة إن الحكومة اليمنية والدوائر القريبة من مؤسسات الرئاسة أبدت ارتياحا لنتائج المباحثات التي أجراها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ مع الرئيس هادي في عدن. وفيما أكدت مصادر مطابقة في عدن للحياة أن خارطة الطريق الجديدة التي عرضها ولد الشيخ تؤكد عدم المساس بصلاحيات هادي باعتباره رئيسا منتخبا. ووفقا لتلك المصادر تتضمن مسودة الاتفاق الجديد تعيين نائب للرئيس وتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد توقيع الاتفاق الشامل، وستكون اللجنة الرباعية الخاصة بالسلام الضامنة لتنفيذ الحكومة الشرعية للالتزام، في حين تتولى سلطنة عمان ضمان الالتزام للمتمردين. صحيفة العربي الجديد عنونت: اليمن يطلق ترتيبات أمنية لإعادة شركات النفط العالمية. وتقول الصحيفة في التفاصيل: شركات النفط العالمية تشترط توفير الحماية الأمنية الكافية لاستئناف أنشطتها في المحافظات النفطية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، ما دفع المسؤولين إلى إطلاق عدة من الترتيبات الأمنية لجذب هذه الشركات مجددا إلى البلاد، حيث بدأت الحكومة استعدادات لتوفير الحماية الأمنية لاستئناف إنتاج النفط في محافظات مأرب وحضرموت وشبوة من خلال نشر قوات من الجيش الوطني تم تدريبها لمدة أشهر على مهام حفظ الأمن في القطاعات النفطية وحماية منشآت وأنابيب النفط. وتتابع العربي الجديد: الحكومة اليمنية شكلت لجنة لتقييم عملية إعادة ضخ النفط بموجب تكليف من الرئيس هادي، وقد عقدت اجتماعات بعدة محافظات للوقوف على حجم الصعوبات التي تؤخر استئناف إنتاج وتصدير الطاقة والخروج بمعالجات لمشكلة عدم الحماية الأمنية الكافية لهذا القطاع. هكذا دفنوا الربيع العربي، عنوان لمقال للكاتب توفيق بوعشرين في صحيفة العربي الجديد، والذي قال فيه: مرت الذكرى 6 على ميلاد الربيع العربي في يناير الجاري بأجواء الانقسام المعتاد بين مرحب بثورات الربيع التي أتت على حكم بن علي وحسني مبارك والقذافي وعلي عبد الله صالح، وأضعفت قبضة بشار الأسد وزعزعت عروش المنطقة كلها، ودفعتهم بدرجات إلى الوعي بالمطلب الديمقراطي وسط شعوبهم، وبين ناقم على هذا الربيع الذي فتح باب جهنم على الجغرافية العربية الميتة وأيقظ فيها الحروب الأهلية والطائفية والمذهبية، وهدد الكيانات العربية بمزيد من التمزق والفرقة والهشاشة. ليس العالم العربي وحده من فشل في التعامل مع هذا الربيع الذي جاء حلاً ثالثاً بين السلطوية التي كانت تحكم بالحديد والنار في قمة الدولة والأصولية التي كانت تعارض باسم الدين في قاعدة المجتمع. فشل الغرب أيضاً في فهم هذه الانتفاضة التي كانت تمثل فرصة تاريخية للخروج من السلطوية بأقل الأضرار واستيعابها. كان الحاكم العربي خائفاً على سلطته وماله من انتفاضة الشباب، وكانت أمريكا خائفة على إسرائيل في دول سيصير فيها للمواطن صوت ولرأيه اعتبار ولأحلامه مكانة تحت الشمس، فيما كانت أوروبا تخشى وصول نخب جديدة إلى الحكم في أعقاب هذه الثورات لا تعرف كيف تتفاهم مع المستعمر القديم ولا تتقن فن المحافظة على مصالحه وامتيازاته. وهكذا التقت مصالح الشرق والغرب فحفرا قبراً كبيراً لهذا الربيع ووقفا يتفرجان على داعش تأخذ بزمام المبادرة وتجند الشباب الذي لم تصل إليه القاعدة وتقوده إلى حرب لا مجد فيها وإلى معركة لا عقل فيها، بل كل هدفها هدم المعبد على من فيه، وكذلك يفعل إحساس المهانة بطالب الثأر. إلى الخبر الخبر الأكثر قراءة في صحيفة الشرق الأوسط، والتي عنونت: عطلة على حساب ملياردير توقع رئيس وزراء كندا بمأزق. وقالت الصحيفة إن مفوضية الأخلاق الكندية أعلنت فتح تحقيق مع رئيس الوزراء جاستون توردو بعد قضية عطلة رأس السنة على حساب ملياردير، وهو أمر محظور في القانون الكندي ما أثار علامات استفهام.
وفي رسالة على عضو في المعارضة قالت المفوضية ماري داوسون إنها تحقق فيما إذا حصل أي تضارب في المصالح بعد هذه الإجازة التي أمضاها رئيس الوزراء في جزيرة خاصة يملكها رجل أعمال يعتبره تورودو صديقا قديما، تحمل كافة النفقات بما فيها الرحلة من وإلى الجزيرة على متن مروحية أو مروحيته الخاصة. ويحظر القانون الكندي على الوزراء ورئيسهم تلقي الهدايا، وتعتبر تحديدا الأسفار المجانية المقدمة للمسؤولين منتخبين أمرا محظورا. وأقر تورودو بأنه أمضى عطلة رأس السنة في جزيرة في البهاماس بصحبة أسرته ورئيس الحزب الليبرالي وبرلماني ليبرالي وزوجتهما. وأقر بأن هذه الإجازة أثارت مخاوف لدى قسم من المواطنين، مؤكدا أنه سيكون سعيدا بالرد على كل الأسئلة. صحيفة الاتحاد الإماراتية وفي أخبارها الأكثر قراءة عنونت: وفاة يوجين سيرنان آخر إنسان مشى على سطح القمر. تقول الصحيفة: توفي الأمريكي يوجين سيرنان آخر رائد فضاء مشى على القمر عام 1972 عن عمر ناهز 82 عاما. وتضيف الصحيفة: يوجين سيرنان كان قائد لمركبة أوبولو في 17 من ديسمبر عام 1972، ثالث رحلة فضائية له وآخر رحلة أمريكية مأهولة إلى القمر. وجاء في بيان للعائلة نشرته وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أن رائد الفضاء والضابط السابق في البحرية الأمريكية يوجين سيرنان حتى في سن 82 كان يحرص على تشارك رغبته في تواصل اكتشاف الإنسان للفضاء، ويشجع المسؤولين في بلاده والشباب كذلك على عدم جعله آخر إنسان يمشي على سطح القمر. السجين المصري مؤسس حركة 6 أبريل أحمد ماهر، والذي أفرج عنه مؤخرا، كتب من داخل سجنه فيما يشبه مذكرات سجين عن حالة يعيشها كل المعتقلين في العالم العربي. وقال ماهر: كان مسموحا ببعض الخطابات من الأهل والأصدقاء قبل أن يمنعوا أي مراسلات لي، على الرغم من أن المراسلات مسموح بها في لائحة السجون ومن حق السجين الأساسية، ولكنها التعليمات العليا. ولكن في رسائل العام الأول كان بعض الأصدقاء يحاولون التخفيف عني بوصف الوضع السيء الذي أصبح خارج السجن، وكيف أن هامش الحرية يضيق كل يوم، وكيف أنه أصبح من السهل أن يتم الحبس سنوات عديدة لمجرد تصريح أو تعليق على النت، وكيف أن سجن طرة هو السجن الصغير وأن مصر أصبحت سجنا كبيرا. بصراحة كانت هذه العبارة وقتها تستفزني أشد الاستفزاز، فكيف تكون هناك مقارنة بين الحياة داخل السجن وخارجه؟ فمهما كانت درجة تقييد الحريات خارج السجن فهي لا تقارن بالحياة داخل السجن، حيث لا ترى سوى الحوائط وسقف الزنزانة طوال الوقت، حيث الصمت والوحشة. كارا بروكنيز أم لأربعة أطفال من الولايات المتحدة الأمريكية قامت بإنجاز غير اعتيادي أسعدها وأسعد عائلتها بعد سنوات من العناء وعلاقة زوجية مضطربة. تعرضت كارا في حياتها الماضية للكثير من التعنيف من زوجها الأول والثاني، وعاشت وأطفالها حياة غير مستقرة وغير آمنة، ما دفعها لتعلم أساسيات بناء المنازل خطوة بخطوة عبر فيديوهات تعليمية في موقع يوتيوب، وقامت ببناء منزل فخم لها ولأسرتها. نتابع معكم بعض هذه الصور المنشورة في صحيفة البيان الإماراتية. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامجكم كشك الصحافة. نتابع الآن مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.